من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أصدر مجلس المناخ العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة تقريراً جديداً حول حماية المناخ. التقرير دعا إلى ضرورة العمل أكثر للحد من انبعاثات غاز أكسيد الكربون. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال: إذا واصلنا العمل كالمعتاد فستكون لنا فرصة الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة بأقل من درجتين، وذلك لأننا سنعيش مع تغير المناخ لبضع الوقت مستقبلا حتى وإن توقفت الانبعاثات. لكن الخبر السار هنا هو أننا وإن كنا سنعمل الآن فورا وبشكل حاسم، فلدينا الوسائل لبناء عالم أفضل وأكثر استدامة. القائمون على المؤتمر عرضوا هذا التقرير المصور الذي يظهر مدى مساهمة الاحتباس الحراري في مختلف الكوارث التي تشهدها الكرة الأرضية حاليا. The impacts of climate changes that have already occurred are widespread and consequential. That's really our choice.